خلونا نستقبل عبر الهاتف السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. بعد ختام الزيارة يا فندم ومنذ بداية ووصول الرئيس لقاءاته كانت على أعلى مستوى مع القادة في الجانب اليوناني، الحقيقة العلاقات ممتدة، ولكن في الفترة الأخيرة شكل من العلاقات جديد، أهداف تم ذكرها بالأمس متعلقة بترسيم الحدود، ولكن طبعا كان في ملفات ذات أهمية مشتركة بين الطرفين. بعد ختام الزيارة سيادة السفير، كيف تعلق على أهميتها وما الذي أيضا والذي حدث بها؟ زي ما سعادتك قلتي أنه العلاقات شهدت طفرة كبيرة في الأونة الأخيرة، بتتسم بالطابع الاستراتيجي لأنها متنوعة وتثير على العلاقات التاريخية واللي فيها جذور عميقة. الدولتين بيجمعهم الحرص على استقرار منطقة الشرق المتوسط، بيجمعهم البحر المتوسط. في الفترة الأخيرة شهدنا توقيعات مهمة جدا في تاريخ العلاقات اللي بيحدد المناطق الاقتصادية لكلتا الدولتين، تغيير حدود المحلية بين مصر واليونان كان اتفاق بتتطلع اليه الحكومتين المصريه واليونانيه منذ فتره طويله. الى جانب العلاقات الثنائيه في ايضا هذا الاطار الاستراتيجي للتعاون بين ثلاث دول بتجمعهم قواسم كثيره مشتركه، مصر واليونان وقبرص، وجد على هذا الموضوع موضوع منتدى غاز الشرق المتوسط، وبالتالي هناك زي ما قلت كثير من القواسم مشتركه في علاقات تآخي توأمه وصداقه ما بين المدن الرئيسيه في الدول الثلاثه، ما بين المواني الرئيسيه. مصر طبعا مهمه جدا بالنسبه لقبرص واليونان لانه الى البحر الاحمر. العز برزه كمان انه مصر دايما تؤمن بالعلاقات. استاذ سفير الصوت متقطع، لو بعتذر من حضرتك ممكن تغير المكان، يمكن الشبكه فيها مشكله. أبي بكل سرور. هل كده افضل؟ يا فندم اتفضل. عظيم. بالنسبه لمصر دايما بتحرص على العلاقات الجماعيه. نعم. مصر الامم المتحده، الجامعه العربيه، الاتحاد الافريقي، منظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي هنا مثالين مهمين جدا، مثال منتدى غاز الشرق المتوسط، وأيضا منتدى التعاون بين الدول المطلة على منطقة البحر الأحمر. طبعا ممر قناة السويس والبحر الأحمر مهم جدا بالنسبة للملاحة القبرصية واليونانية، مرورا إلى المحيط الهندي والقارة الآسيوية. هناك مشروعات طموحة بتجمع البلدين، مسألة الربط الكهربائي إلى جانب الربط من خلال الطاقة في شكل الغاز والبترول، وتسويق أو تزويد القارة الأوروبية، القارة العجوز، باحتياجاتها من فائض هذه الطاقة، سواء كان في طاقة كهربائية أو غاز أو بترول، خاصة في ضوء أنه مصر بتتطلع لانها تبقى واحه للطاقه في هذه المنطقه. بالتالي الى جانب العلاقات بقى الثقافيه وعلاقات التعاون السياحي، علاقات تعاون اقتصادي في عده مجالات، في مجالات النقل، مجالات الزراعه، مجالات الطاقه زي ما قلنا، فنجد انه العلاقات متدفقة خلال الأونة الأخيرة، وده بيتطلب الاستمرار وتكرار الزيارات المتبادلة والتنسيق والتشاور والتعاون وبحث ما يستجد من أوضاع، وخاصة فيما يتعلق بحالة الاستقرار والسلم والأمن في شرق البحر المتوسط. كان في تصريحات قوية للسيد الرئيس خلال هذه الزيارة في هذه النقطة بالذات. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق.